القرآن الكريم 6000 ونيف، بعض هذه الآيات نزلت في أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام، والمشركون كما كانوا ينكرون سائر الآيات كانوا ينكرون هذه الآيات التي نزلت في علي عليه الصلاة والسلام. طبعا المنافقون ما كانوا ينكرون في الظاهر هذه الآيات، لأن في الظاهر كانوا يتشهدون الشهادتين، لكن في الباطن ينكرونها، وفي الظاهر يحاولون صرفها عن معانيها وصرفها عن مصادقها بالإنكار.